الزهور في قداستكم تقول الزهور في العهد القديم كان ظهور للابن، وعند العهد الجديد كمثل ظهور السيد المسيح الانبا بشيء يغسل رجليه. فهذا الظهور لمن يكون؟ طبعا الابن كله هو اللي بيظهر، لان في يوحنا 1:18 الاب لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر. فكل الظهورات في العهد القديم كان ظهورات الابن، لان لو كان ظهور الاب يبقى الاب راه الناس، ودي لم يره احد قط. والابن قام من الاموات وصعد الى السماوات، وهذا هو المجيء الاول، ولا ياتي بعد ذلك الا في المجيء الثاني. لا، هو في المجيء الثاني ياتي في مجده، لكن مش معنى كده انه بعد ما صعد للسموات ما يجيش تاني. لا 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 لا، مين قال الكلام ده؟ بدليل انه في اعمال 18 ظهر في رؤيا لبولس في كورنثوس وقال له لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لان لي شعب كثير في هذه المدينه ولا يقع بك احد ليؤذيك. وايضا ظهر ليوحنا الرائي في جزيره بطمس، فمحدش قال ان بعد الظهور الاول لا يظهر الا في المجيء الثاني. لا، ده في المجيء الثاني يظهر في مجده على السحاب وياتي للدينونه، لكن له ظهورات ما بين المجيئين كثيره.